مرحبا أعزائي المشاهدين، معكم اليوم من كابينة التعليق رؤوف خليف. ها هو تشكيل مباراة اليوم. ها هي البداية إذن. سعد، فتي يتدخل بقدمه بنجاح ويحصل على الكرة. كرة على الأطراف، والآن الكرة ملعوبة للأمام. يحاول لعب كرة بينية غدارة، قطعها في الوقت المناسب، أحس بقوة التهديد ووصل للكرة، والحارس يلعبها بعيدة عن مرماه. يمد قدمه ويقطع، يلعب كرة بينية. ها هي التسديدة، الهجمة المرتدة بطيئة للغاية. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يلعبها بينية أرضية. يلعبها طولية. ممتازة على الرواق الأيمن، هذه عملية واعدة. يحاول أن يلعبها بينية. تسدي جميل من الحارس. صنع فرصة رائعة. اندفع إلى هناك. تقطع الكرات بعد استحواذ يدوم لعديد اللحظات. على الفريق تغيير فلسفته ويحاول أن يلعب الكرة للأمام دون انقطاع حتى يخلق الفرص ويحقق الإبداع والإمتاع. يعيد الكرة إلى الوراء لبناء الهجمة. كرة طولية إلى الأمام. تمريرة مقطوعة. عبد الله يلعب كرة إلى الأمام عند وسط الملعب.
سيطر الحارس على الكرة وانتهى الشوط الأول. لا أهداف حتى الآن في المباراة. إذن سنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. أسوأ نتيجة في كرة القدم هي التعادل السلبي. نتمنى وأن يكون الفريقان على قدر التوقعات ويقدمان لنا كرة تليق بسمعة الفريقين في الشوط الثاني. يحاول فك دفاعات المنافس، لم يخاطر على الإطلاق. تغيير اللاعب على الرواق. شكل المنافس بعض الخطورة لكنه وجد كل التصدي. أرى تحركات عند مقعد البدلاء، أظن أنهم سيجرون تبديلا. مرت الكرة، يعترض التمريرة. الكرة داخل منطقة الجزاء. يلعب الكرة مباشرة قبل أن تلمس الأرض. تسديدة قوية لكن تفتقر إلى الدقة. لعبها بشكل رائع. مجهود ممتاز. سيتم إجراء تبديل الآن حسب ما أرى بجوار خط التماس. فاتي يلعب كرة طولية. يقرر لعب كرة نحو خط الوسط. يحاول تمريرها عبر الدفاع. والتسديدة قد تسكن الشباك. بعيدة كليا عن المرمى. كرة طولية إلى الأمام. والكرة ملعوبة إلى الأمام. يحاول لعب كرة بينية غدارة. يلعبها إلى الحارس. عرقلة تستوجب احتساب المخالفة. يخرج الحكم الورقة الصفراء. قرار سليم. يلعبها بينية أرضية. يلعبها أرضية. على الطاير. لم يتحركوا بالسرعة الكافية في المرتدة. وصلنا الآن إلى الدقائق الأخيرة في الوقت بدل الضايع. تمريرات متتالية من النوع المحبب للجمهور. هناك إمكانية التسديد الآن. محاولة جيدة لكن لم تدخل المرمى. وهذه هي النهاية. لا فائز ولا منتصر بعد صافرة النهاية. وهذا معناه أننا سنتابع ضربات الترجيح.